حلقة جديدة من برنامج عين على الإمارات معي أنا أسيد خريسات. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة سوف نتابع تصريحات وكيل وزارة المالية الإماراتية لCNBC عربية فيما يتعلق بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة لخمس سنوات قادمة، ولا يوجد هنالك أو يؤكد عدم وجود أي دراسة لضريبة الدخل. وتريليون و500 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الإماراتية الخارجية، و68% ما يمثله الاقتصاد الأزرق في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات. قبل الخوض بالتفاصيل دعونا نستهل الحلقة بجملة من أهم وآخر الأخبار الاقتصادية الإماراتية. أظهر تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة انخفاض المؤشر بنسبة 1.97% خلال يناير 2019 مقارنة بشهر يناير 2018. وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك، وهي مجموعة الطعام والشراب 1.20% ومنتجات التبغ بنسبة 1.96% ومجموعة السكن وتوابعه بنسبة 5.27%، فيما مجموعة النقل سجلت تراجعاً بنسبة 2.96%. ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 1.8 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2018 بزيادة نسبتها 73% تقريباً بالمقارنة مع ما يتجاوز 1 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته. يأتي النمو الكبير في إيرادات المنشآت الفندقية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، وذلك وفقاً لما وثقته الأرقام الصادرة اليوم عن مركز أبوظبي للإحصاء. استقبلت دبي العام الماضي 15.9 مليون زائر دولي لليلة الواحدة، وذلك بحسب ما كشفته أحدث إحصائية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. ووفقاً للإحصائية ساهمت الأسواق الرئيسية لدبي في تحقيق نمو ملحوظ في عدد الزوار، بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع السياحة لعام 2022-2025 بزيادة استقبال المزيد من الزوار الدوليين سنوياً وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مالي لدبي. أشار وكيل وزارة المالية الإماراتية سيد يونس خوري في لقاء خاص مع CNBC عربية إلى عدم وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 7 سنوات قادمة، ومؤكدا عدم وجود أي دراسة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة الدخل. لنتابع. نأخذ ناحية ناحية، بداية نأخذ ضريبة القيمة المضافة. دولة الإمارات منذ البداية يعني كانت واضحة أنها يجب أن تكون ضريبة عادلة. الضريبة العادلة ما تعني التطبيق العادل على كل القطاعات وعلى كل الأعمال. فعلى موضوع الذهب كان الجزء لإعادة التصدير، هو في الأصل يعني كضريبة لا تطبق على إعادة التصدير، فقط صار في تعديل في التعامل ولم يعني يستثنى من ناحية الاستثناء، فصار في التطبيق الصحيح لأنه كان تطبيق في بدايته، فتعدل التطبيق ولم يعني يضاف أو يزال أو يلغى. بالنسبة للتوسعة أو إضافة نسبة إضافية على ما هو مطبق الآن، فدولة الإمارات كانت واضحة منذ التطبيق أنه ما بتكون في إضافات ضريبية على ما طبقتها دولة الإمارات بنسبة 5 إلا بعد مرور 5 سنوات أو 7 سنوات. فالدولة أيضا كانت واضحة حتى تعطي الثقة لقطاع الأعمال وأيضا تعطي كجرة العادة الوضوح في التطبيق. بالنسبة لي أيضا ضريبة الدخل، هل الإشاعات التي تتداول أحيانا ممكن أن يتم تطبيق ضريبة الدخل في دولة الإمارات؟ حقيقة وزارة المالية يعني ما بدت في أي دراسة خاصة بالنسبة لضريبة الدخل على الأفراد، فإذا الوزارة يعني ما ابتلت بأي شيء في نطاق الوزارة ما في يعني موضوع طرح لدراسة ضريبة الدخل. نحن المعنيين بالسياسات الضريبية. قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج السيدة جمال الجروان في لقاء خاص مع CNBC عربية لأن حجم الاستثمارات الإماراتية الخارجية قد وصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار،
وأن الصندوق السيادي الخاص بالإمارات يستحوذ على 80% من هذه الاستثمارات. لنتابع. احتفال مهم جدا، مرور 30 عام من اتفاقية الولاية وقعناها مع الجمهورية الفرنسية. اتفاقيات الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار مهمة جدا جدا، خاصة دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي صدرت أموال ورأس مال في الخارج، لنا استثمارات كبيرة في العالم تقريبا في الخمس قارات، لنا وجود قوي في الدول العربية، لنا وجود قوي في آسيا، لنا وجود قوي في أمريكا، فهالاتفاقيات مهمة جدا، خاصة الآن أيضا دخلنا على جنوب أسواق جنوب أمريكا اللاتيني، فوجود اتفاقيات مثل هذه الحمد لله الأرقام اللي سمعناها تثلج الصدر، توقيع 123 اتفاقية في الازدواج الضريبي و98 في الاتفاقيات حماية الاستثمار، هذا يمثل بعد استراتيجي لدولة الإمارات لأن نحن نشيطين في العالم. دولة الإمارات منذ 47 عاما توجهنا إلى الخارج كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. دولة الإمارات لها وجود قوي برا ولنا أموال، لنا استثمارات وأصول تقدر أكثر من 1.5 مليار دولار. فالعملية بالنسبة لنا هذا اليوم احتفال حقيقة جاء في وقته، نبارك لدولتنا، نبارك للحكومة الرشيدة، نبارك أيضا لوزارة المالية اللي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية. الأرقام اللي حققوها أرقام ممتازة جدا. دولة الإمارات نشيطة برا، نشيط القطاع الخاص، نشيط قطاع شركات شبه حكومية نشيطة، شركات الحكومية أيضا نشيطة. لدينا صندوق سيادي كبير اليوم له استثمارات بالخارج ويمثل 80% من استثماراتنا في الخارج وجهاز بضبي الاستثمار. أيضا لدينا مبادلة أيضا لها استثمارات في الصناديق السيادية، أيضا بالنسبة لها اتفاقيات الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار مهم جدا. أيضا له مهمية خاصة للقطاع الخاص والشركات الشبه حكومية، عندنا دي بي وورد وعندنا بروج وعندنا اتصالات وعندنا اعمار ودبي الاستثمار ودبي هولدينج وثاني جروب، ولديهم استثمارات مايد الفطيم، عبد الله الفطيم، عبد الله الغرير، عبد الرحمن بخاطر، لهم استثمارات اسامي مرموقة وما يعدني الوقت اني اعدها، لكن استثماراتنا نشطة اليوم، نشيطين في ايضا في البنى التحتية، استثماراتنا حيوية وليست في الاوراق المالية فقط. فوجود هذه الامبريلا او المظلة الاتفاقيات القانونية تحمي المستثمر، تعطي غطاء استثماري له، واهم شيء القانون، القانوني مهم جدا في عملية الاستثمار خارج دولة الامارات. فحقيقة انجاز طيب، نبارك في وزارة المالية لها شيء. الاقتصاد الازرق كان على رأس أجندة القمة العالمية للمحيطات والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي ولأول مرة في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فما هو الاقتصاد الأزرق وما هو واقعه في الإمارات؟ نتابعه في سياق التقرير التالي. المحيطات تغطي ما يفوق 70% من إجمالي مساحة الكرة الأرضية، وبلا شك هذه النسبة تعكس مدى أهميتها وتأثيرها على الاقتصادات العالمية. من هنا يبرز مفهوم الاقتصاد الأزرق والمعني بالإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها، كما يشمل الصيد ونقل الركاب والبضائع واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار. وتصل قيمة اقتصاد المحيطات في جميع أنحاء العالم إلى نحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، كما أن 80% من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحر، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى أن نحو 34% من النفط الخام سيأتي من الحقول البحرية بحلول 2025، وهو ما يؤكد أن المحيطات تعتبر مصدراً للدخل يجب الاستفادة منها بطرق مستدامة للحفاظ عليها للأجيال المقبلة. وقد استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، والتي ركزت على أفضل السبل للابتكار والتمويل والحوكمة للاقتصاد الأزرق المستدام واستكشاف طرق جديدة للتخفيف من الآثار السلبية للأنشطة البشرية على صحة المحيطات، وبمشاركة أكثر من 500 شخصية من 26 دولة. وقد ركزت القمة على موضوع بناء الجسور الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول وتحفيز العمل لتحقيق تقدم ملموس نحو اقتصاد أزرق مستدام، إضافة إلى مناقشة سبل لإيجاد الحلول البيئية للتحديات التي تواجهها المحيطات
ودور التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحوكمة في مستقبل المحيطات. وراح تكون منصة بإذن الله لتسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأزرق وتعزيزه، وأيضا مناقشة التحديات التي تواجه البحار والمحيطات بشكل عام، ووضع الحلول الابتكارية لمعالجتها، مثل معالجة مشاكل النقل البحري، معالجة مشاكل التلوث إن كان تلوث نفطي أو تلوث بلاستيكي، بالإضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية من خلال مناقشة إنشاء محميات بحرية، تطوير قطاع الاستزراع السمكي وغيرها من هذه الأمور بإذن الله. القوانين والتشريعات إضافة إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات فيما يتعلق بالحماية البيئية المائية، إلى جانب الاقتصاد الأخضر الذي قطعت أشواطا طويلة فيه، ويعتبر وجهة العملة الأخرى للاقتصاد الأزرق. وللحديث أكثر عن الاقتصاد الأزرق كان لCNBC عربية لقاء مع وزير البيئة والتغير المناخي الإماراتي دكتور ثاني الزيودي، والذي أشار بأن الاقتصاد الأزرق يمثل نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. قمة مهمة لأول مرة تستضاف في منطقتنا بعد 6 دورات مرت حول العالم، نرسل فيها رسالة أن البحر كان وما زال قريب من قلوبنا احنا في دولة الإمارات. أجدادنا عاشوا على تجارة اللؤلؤ والغوص، بحث عن اللؤلؤ وصيد السمك، وكانوا يتنقلون ويرتبطون بالعالم عن طريق البحر. الحين نحن قاعدين نشوف الأرقام الموجودة، تقريبا 42% من سكان إمارة أبوظبي موجودين على السواحل، ما يقارب 75% من سكان دولة الإمارات موجودين على مقيمين على سواحل الدولة، 98% من مياهنا المحلة تأتينا من البحر، وهذا يدل على أهمية البحر بالنسبة لنا في دولة الإمارات. يشارك ويساهم منظومة الاقتصاد الأزرق واللي هي معنية وقريبة المشاريع والشركات اللي تعتمد على البحر بما يقارب 68% من الناتج المحلي. جهودنا البيئية متميزة، جهود متنوعة، نفتخر بتواجد أكثر أو ثاني أكثر أعداد من أبقار البحر هنا في إمارة أبوظبي، الأجيال المانغروف اللي تضاعفت خلال السنوات الماضية، الكهوف الصناعية اللي بدينا ننزلها البحر أيضا لتساعد في إعادة الموائل البحرية للأسماك والبيئة البحرية، جهود فعلا مشكور عليها قيادتنا، التشريعات والقوانين الصارمة اللي تضمن المحافظة على الثروة السمكية، المحافظة على التنوع البيولوجي البحري للأجيال القادمة. هذه رسالة نرسلها للعالم، أن دولة الإمارات دولة صغيرة ولكن لها دور كبير وفعال فيها في منظومة الاقتصاد الأزرق وفي دور المحيطات. طبعا ما يخفي عليكم أن هناك تحديات عالمية تمر عليها المحيطات، والأهم تحدي هو التلوث ورمي المخلفات والنفايات إلى المحيطات. نتكلم على تقريبا 40% من هذه التلوث يجينا من أنهار رئيسية حول العالم، فأحدى الجهود اللي بتكون هي كيف عملية تنظيف الأنهار لتقليل النفايات اللي تروح للمحيطات، وأيضا توحيد الجهود العالمية بحيث أننا فعلا نشتغل مع بعض في عملية تنظيف البحار والمحيطات. الجهود موجودة ولكن مبعثرة، الجهود شخصيا بعض الشركات، فنحرص عليها من خلال الشركاء المتواجدين والجهات المختلفة موجودة معنا في المؤتمر أن نعزز هذه الجهود ونوحدها. تميزت هذه الدورة أنها القطاع الخاص مشارك بقوة، هو في العادة مثل هذه المؤتمرات تكون دائما محصورة على الحكومات أو المنظمات غير الربحية، ولكن وجود القطاع الخاص يبين أنه فعلا بدوا يهتمون وبدوا ينتبهون بأهمية وجودهم ودورهم الفعال في إيجاد هذه الحلول. بعد فاصل قصير وعين على الإمارات مستمرة، وسوف نتابع فيها أعزائي المشاهدين. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من إجمالي الشركات الموجودة في دبي الجنوب. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد.
احتلت دولة الإمارات المرتبة السادسة عالمياً من حيث مؤشر المدن الذكية، وقد وصل حجم الإنفاق في دولة الإمارات على التكنولوجيا والتقنيات إلى نحو 62 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 3% خلال 2018. الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً في المؤشر العالمي للخدمات الذكية وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي شمل 193 دولة. في الوقت الذي أشار فيه مكتب دبي الذكية إلا أن رؤية الإمارات 2020 تعول بشكل كبير على تبني التقنيات المتقدمة، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكشفت غارتنر لتقنية المعلومات على هامش مؤتمرها في دبي عن توقعاتها بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2019 إلى نحو 160 مليار دولار، بنمو تصل نسبته إلى 1.8% مقارنة ب 2018. وتوقعت أن يتم إنفاق نحو 63.7 مليار دولار على خدمات الهواتف الجوالة، بزيادة مليار دولار عن عام 2018. ويتوقع أن ينفق المستهلكون نحو 532 مليون دولار على تحديث هواتفهم الجوالة أو استبدالها خلال العام الجاري. أول شيء قطاع تقنية المعلومات كما تعرفون قطاع يدخل أو دخل في جميع الجهات أو في جميع التطبيقات، فما في مجال أو قطاع إلا دخل فيها تقنية المعلومات كأساس لتطوير القطاع نفسه، من تقنية السياحة أو العمل البحث عن وظيفة أو جميع الجهات. إلا نرى أن في تقنية المعلومات جزء هام، وأغلبية شركات تقنية المعلومات لها دور في تحويل العمل إلى نموذج رقمي. ومحلياً في الإمارات وصل الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 62 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 3%. وبالنسبة لقطاع المؤسسات فقد ارتفعت معدلات إنفاق المؤسسات على البرمجيات التي لا تزال تشكل الجزء الأسرع نمواً في عام 2019. وعلى الرغم من النمو السريع لقطاع البرمجيات كخدمة في المنطقة بنحو 25.8%، إلا أن نسبة الإنفاق فيها على قطاع الحوسبة السحابية لا تزال أقل من المتوسط العالمي. ونحن دائما بنوضع التحول الرقمي بثلاث محاور. اول محور اللي هو التحول الرقمي من ناحيه المستهلك او المستخدم، اللي هو حقيقه عم نشوف عم بيتطلبوا استهلاك الخدمات بطريقه مختلفه، من مشاهده التلفزيون الى مشاهده الكونتنت لليوتيوب للنتفليكس لكل هذه الامور، ونحن مضطرين نواكب هذا التغير ونعطيهم خدمات بهذا المجال. المحور الثاني اللي هو محور المؤسسات التجاريه، محور الهيئات الحكوميه والgovernment entities، يلي هو حقيقة عم نشوفهم كمان عم يستخدموا الخدمات بطريقة مختلفة. ومن المتوقع أن القطاعات الحكومية في دولة الإمارات والبنوك والاتصالات ستستمر في قيادة نمو قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أسوة ببعض دول المنطقة خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة في القطاعين الخاص والحكومي. وبهذا الخصوص والإنفاق على التكنولوجيا والتقنيات، أشار المدير الإقليمي لشركة غارتنر السيد رودي عيد في لقاء مع CNBC عربية لأن الإمارات تعد الأولى من بين دول المنطقة من حيث الإنفاق على التكنولوجيا والتقنيات بشكل عام، وذلك نتيجة توجه الحكومات والقطاع العام للاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات. الخبر السعيد للكل بعتقد هو أنه حجم الإنفاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو على ارتفاع، ورح يوصل بال2019 ل160 مليار دولار، يلي هو بنسبة ارتفاع 1.8 عن 2018. ما هي أبرز القطاعات التي تنفق على تقنية المعلومات؟ وهل هناك كان تغيير في الإنفاق ما بين القطاعات خلال 2019؟ نعم، أهم القطاعات من حجم الإنفاق على تقنية المعلومات بال2019 رح يكون قطاع المصرفي، يلي تقريبا رح يستثمر حوالي 13.2 مليار دولار بالتكنولوجي، وهو نسبة ارتفاع 5% عن 2018.
السبب الأساسي ليش القطاع المصرفي عم بيكبر استثماره بالتكنولوجيا هو بسبب التحول الرقمي والأعمال الرقمية، وكمان كرمال يضروا ماشيين مع القطاع المصرفي العالمي. وإذا بنطلع كمان على أولويات المدراء التنفيذيين اليوم بالقطاع المصرفي، كمان عم نشوف أمن المعلومات هو الأولوية الأولى. فاليوم في كمان كثرة استثمار أو ارتفاع بحجم الاستثمار بأمن المعلومات بالقطاع المصرفي تفصيلا. بالنسبة للقطاعات الثانية، كل القطاعات على نمو، بس النمو عم بيختلف بين قطاع وقطاع تاني. فشفنا مثلا بقطاع النقل وقطاع الريتيل أو التجزئة، وكمان بالقطاع التعليمي بعدنا على نمو، يعني 1.4-2.8%، بينما نسبة هيدي النمو هي الأقل مقارنة بالقطاع التاني. فبعده نمو إيجابي بس هو نمو أقل من القطاعات التانية. ماذا عن دولة الإمارات والإنفاق على تقنية المعلومات؟ كما نعلم هناك العديد من المبادرات فيما يتعلق بتقنية المعلومات بشكل عام. هناك العديد من المبادرات والتقنيات التي سلطت عليها حكومة الإمارات. نعم، بالنسبة لحكومة الإمارات والإمارات بشكل عام، طبعا بعض الاستثمار بتكنولوجيا المعلومات هو بين الأعلى بالمنطقة، والسبب الأساسي هو تركيز القطاع العام وكمان تركيز القطاع الخاص على هذا الموضوع. فعم نشوف اليوم كتير مبادرات من قبل الحكومة، من سمارت دبي لأمور تانية عم تسويها دولة الإمارات ومدينة دبي ومدينة أبو ظبي ومدينة الشارقة. فاليوم عم نشوف في استثمار عالي بتكنولوجيا المعلومات، والسبب الأساسي هو دعم القطاع العام للتحول الرقمي، وهيدا عم بيساعد لتوأمة وشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص. فمشان هيك عم نشوف اليوم دولة الإمارات، وكمان هذا الموضوع حسب الرؤية اللي